بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم الطلاب وطالبات المستوى العاشر. أعرفكم بنفسي، أستاذ دكتور سامي عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها. إن شاء الله القسم هيقوم تدريس مقرر عنطة لأمراض الأطفال وجراحتها، بالإضافة للإشراف على مقررين نظريات أمراض أطفال وجراحة أطفال. يقوم التدريس في القسم بمشاركة معي دكتورة مريان مجدي ودكتورة رضوى سعيد، بالإضافة إلى تدريس السكاشن العملية والتطبيقية يقوم بها كل من دكتور كريم السحارتي والدكتورة رنا نبيل والدكتور إبراهيم سالم. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وأراكم على خير، وكل عام وأنتم بخير. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة رنا نبيل، مدرس مساعد علاج طبيعي أطفال. النهاردة هنشرح السكشن بتاع الخاص بالسباينا بيفيدا. قبل ما هنشرح السكشن بتاع السباينا بيفيدا، لازم نعرف الأول إن السباينا بيفيدا ده بيحصل عندي ديفكت في الفيرتبرال كولم، في السباين من ورا بيحصل عندي فيه مشكلة، وبالتالي لما بيحصل مشكلة ممكن المشكلة دي تدخل فيها جزء نيورال تيشو فيعمل لي الديفكت. طيب الساين والسيمتومز بتاعتي بتعتمد على ايه؟ دي بتبقى ديبند على الليفل بتاع الليجن، بتبقى ديبند على السيفيريتي، على الساك اللي طالعه، هل فيها نيورال تيشو ما فيهاش نيورال تيشو. فبالتالي كل الساين والسيمتومز بتاعتي بتبقى اكوردنج للليفل بتاع الليجن وللديكريز او السيفيريتي بتاعه. لو هنيجي نتكلم عن السباينا بيفيدا سريعا، طبعا انتوا هتاخدوه بالتفصيل في النظري، لكن لو هنتكلم على ان هو ليه تايبس زي السباينا بيفيدا اوكالتا، السباينا بيفيدا اوكالتا دي بتبقى مشكله عندي في الفيرتبرال كولم، بيبقى مجرد ان حصل عندي كليفت في السباين، جاست بس كليفت، لكن بيبقى كفر بالسكين عادي. الشخص ده بيبقى ممكن ان انا اكتشفه اكسيدنتلي باي الاكس راي، لكن ما بيظهرش عليه اي ساين اي سيمتومز، بيبقى انسان طبيعي بيتعايش زيه زينا لحد ما بيكبر وبيموت، ممكن ما يكتشفش ان هو عنده سباينا بيفيدا اصلا. عندي تاني طيب اللي هو المانينجيوسيل. المانينجيوسيل ده بيبقى عبارة عن ان انا حصل عندي مشكلة زي ما قلنا في الفيرتبلر كولم، لكن طلع عندي ساك، والساك دي بيبقى فيها المينينجيس، لكن الساك دي بالسيرجري بتتشال، لكن هي ممكن ما يبقاش ليها اي ساين او سيمتومز لو هي الساك دي ما عملتش اي انجري عندي في النيورال تيشو، فبيبقى العيان ده ما عندوش ساين، ما عندوش سيمتومز، ما عندوش اي بروبلمز، بتتشال الساك وبيعيش حياته عادي جدا، ما عنديش اي مشكله. لكن المشكله عندي لما يحصل عندي مشكله اللي هي المايلو مانينجيوسيل. مايلو مانينجيوسيل معنى ان انا قلت مايلو يعني طلع عندي السباينال كورد معايا، يعني الساك اللي طلعت فيها سباينال كورد، معنى ان انا بقول ان هي فيها سباينال كورد يعني معنى كده ان حصل عندي ديفكت في النيورال تيشو اللي عندي، فمعنى كده ان انا حصل عندي باراليسيز، معنى كده ان انا حصل عندي مشكله في السنسيشن موجود عندي، حصل عندي نيورال بروبلمز موجوده في اللور ليمب. لما هنيجي نتكلم عن الاسسمنت، لازم اول حاجه هاخدها هي الهيستوري. الهيستوري مهم قوي، ان انا زي ما اتفقنا في البيدياتريك الاوبستاتريك هيستوري من اهم البوينت اللي انا لازم اخده، لازم اعرف الجروث مونيتورنج او المايلستون بتاع التشايلد بتاعي، ده مهم قوي ان انا اخده في الهيستوري، يعني هقول للام بتاعت التشايلد هو امتى عمل ريز للهيد بتاعته، امتى عمل رولينج، امتى عمل كراولينج، دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اخدها في الهيستوري. كمان لازم اخد الميديكال هيستوري بتاعه كويس. بعد كده هبدا ان انا اعمل الانفورمال ايفالويشن اللي اتفقنا عليه زي اي شيت، اللي هو الاوبزرفيشن. وزي ما اتفقنا انا عندي جنرال اوبزرفيشن وعندي سبيسيفيك اوبزرفيشن. لو هتكلم عن الجنرال اوبزرفيشن، جاي لي للتشايلد بشوف السبونتينوس موبيليتي بتاعته، بشوف الاكتيفيتي بتاعته عامله ازاي، بشوف الليفل بتاع الاندبندنس. يعني ايه يا دكتور الليفل بتاع الاندبندنس؟ يعني بشوف الطفل ده داخل لابس لي اي اورثوزس، لابس اي، بيستخدم اي كراتش، داخل على ويل تشير، هل هو بيقدر يمشي لوحده، هل هو بيبقى محتاج اسس سواء بديفايس او من المازر او من الفازر، ده حاجات مهمه جدا. كمان ببص على الديفورميتي، ممكن مجرد ان الطفل يبقى نايم قدامي ابدا اشوف ان في لمب اقل من اللمب في اللينس بتاعه، فدي من الحاجات الجنرال اوبزرفيشن اللي انا باخدها. طيب الحاجات السبيسيفيك اوبزرفيشن، من الحاجات المهمه جدا طبعا ان انا لما بخلي الطفل بتاعي بير سكن هلاقي فيه مكان الباك بتاعه
هلاقي عندي اسكار، الاسكار دي هتبقى انديكيشن ان هو عمل اوبريشن، ممكن اشوف تافوف هير، ممكن اشوف ديمبلينج، ممكن اشوف عندي بيجمنتيشن موجود في السباينال كورد، ممكن كمان ده كله اوبزرفيشن انا ما حطيتش ايدي، ممكن الاقي كمان عند التشايلد ده بالاوبزرفيشن ديفورميتي، انذر ديفورميتي، زي ان انا الاقي عندي سكليوزس، الاقي عنده كيفوزس، ممكن ابص على اللور ليمب الاقي اللور ليمب ده عامل واخد مثلا كلاف فوت. دي من الحاجات اللي انا ممكن كلها اشوفها عن طريق الاوبزرفيشن. طيب ممكن ايه تاني؟ بعمل بعد كده بالبيشن. طب البالبيشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن طريق ان انا بلاقي حاجه اسمها ستيب اوف. يعني ايه ستيب اوف يا دكتور؟ يعني انا باكي على الفيرتبري بتاعه التشايلد وببدا ان انا اعمل بالبيشن 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 بالبيشن، الاقي جزء جيت اعمل بالبيشن الاقي ايدي كان في سلمه واقعه، في ستيب اوف، ايديا دخلت لجوه. طيب اعمل بالبيشن ممكن الاقي ايه تاني؟ ممكن الاقي لايبوما. يبقى انا بالشكل ده قدرت ان انا اعمل البالبيشن بتاعي. بعد كده هندخل على الفورمال ايفالويشن، ومعنى ان انا قلت فورمال ايفالويشن يبقى الشيت بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه ماسل تيست، ماسل تون، الفلكسابيليتي، لازم امشي عليهم واحده واحده. طب تعالوا نتكلم الاول على اول حاجه في الفورمال ايفالويشن وهي الماسل تون. طيب الماسل تون بتاعه العيان يا دكتور هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى اكوردنج للليفل بتاعه الانجري. يعني ايه؟ يعني احنا زي ما احنا عارفين وخدنا قبل كده في النيورو ان انا عندي ان السباينال كورد مفروض ان هو بينتهي عند L1 L2 بعد كده بيكمل بعد كده عندي الكودا اكواينا. يعني معنى كده ان لو الانجري بتاعي حصل فوق الليفل بتاع L1 L2 فانا بتكلم على ابر موتور نيرون، يبقى وارد ان انا وانا بعمل اسيسمنت للماسل تون هلاقي عندي سباستيسيتي. لكن لو الانجري بتاعي حصل تحت ليفل L1 L2 يبقى معنى كده ان انا هلاقي العيان ده بيتكلم في لور موتور نيرون كودا اكواينا انجري، يبقى انا بتكلم هنا في حاله هايبوتونيا، يبقى الماسل تون اكوردنج للليفل بتاع الانجري. طيب تاني حاجه عندي هلاقي الريفلكس، لو هتكلم على الديب تندر ريفلكس طبعا محتاجه ان انا اعمل L4 L5 محتاجه اعمل الني ديب تندر ريفلكس، محتاجه ان انا اعمل الانكل ديب تندر ريفلكس. لكن لو هتكلم على البريميتيف ريفلكس اللي عندنا زي ما احنا عارفين انا ممكن اعمل الاسيمتريكال تونيك نيك ريفلكس، فبلاقي على سايد مفروض ان التون بتزيد وعلى السايد الثاني الفليكشن تون بتزيد، فمعنى كده ان انا هلاقي اختلاف في التون بين الاثنين. عندي امثله للبريميتيف ريفلكس كتير زي البلانتر ريفلكس، ده من الحاجات برضو اللي انا ممكن اختبرها في السباينا بيفيدا لان هي معظم الانجري عندي بيحصل في اللور ليمب. طيب تاني حاجه محتاجه اعرفه او اعمل له اسسمنت وهو السنسوري اسسمنت. السنسوري اسسمنت مهم جدا لان زي ما احنا متفقين انا عندي مشكله حصلت في السباين او حصلت عندي مشكله في النيورال تيشو، معنى كده ان السنسيشن عندي فيه مشكله. طبعا لازم ابقى عارفه الدرماتوم كويس زي ما خدناه قبل كده سريعا L1 L2 L3 L4 L5 S1 لورا S2، وبعد كده بتكلم على المنطقه بتاعه الانال زي ما خدناه في الايشياسكيل. يبقى معنى كده ان انا لما اجي اقول ان مثلا ده L1 عندي بوينت معينه او ميد بوينت مفروض ان انا بعمل فيها السنسوري ستيميوليشن بتاعي وبمشي على درماتوم درماتوم في اللور ليمب، ولو الليفل بتاعي عالي بدخل معاه الابر ليمب بتاعي معايا لان ممكن الليفل بتاعي السباينا بيفيدا تبقى على ليفل عالي. ده بالنسبه للسنسوري اسسمنت. طيب لازم اعمل ايه كمان مهم جدا؟ لازم اعمل جروث مونيتورنج سكيل ودنفر سكيل، لازم اعرف الديفلوبمنت بتاع التشايلد بتاعي، سواء ان انا هستخدم الجروث مونيتورنج عشان اشوف الايدج والويت والهايت زي ما خدنا في السكشن بتاع الجروث مونيتورنج متناسب مع الايدج بتاع الطفل ولا لا، لازم استخدم سكيل زي الجروث موتور ميجر سكيل او الدنفر سكيل عشان اشوف المايلستون بتاع التشايلد بتاعي هل هو مناسب للايدج بتاعه ولا مش مناسب للايدج بتاعه. لان في اطفال عندي ممكن يحصل عندهم ديفكت او يحصل عندي مشكله في المايلستون بسبب السكندري كومبليكيشنز، يعني ممكن التشايلد ده ما يقدرش ان هو يجيب السيتنج عشان مثلا هيبقى عنده ويكنس في الباك او في الماسلز بتاعه الباك، ممكن يبقى عنده هيدروكيفالي فالسايز بتاعه الهيد ما تخلوش يجيب الهيد كنترول. فمن المهم جدا ان انا لازم اعمل اسسمنت كويس للجروس مونيتورنج بتاعي وللموتور ديفلوبمنت بتاعي.
بعد كده هنتكلم عن الماسل تيست، لازم طبعا اعرف الميتوم كويس بتاعي عشان انا لازم بعمل اسسمنت للديرماتوم والميتوم زي ما قلنا عشان الانجري. فانا عندي مثلا اكزامبل، عندي ال2، عندي ال3، عندي ال4 5 الدورسي فليكشن، اس1 البلانتر فليكشن، ني فليكشن اس2، وبعد كده عندي المنطقه بتاعه السيد. المفروض ان انا طبعا بعرف الميتوم والديرماتوم كويس جدا عشان لازم اعمل لهم اكزامينيشن كويس جدا. بعد كده مفروض ان انا بشتغل بالرينج اوف موشن، وده زي ما اتفقنا ان الرينج اوف موشن انا بستخدمه بالجينيومتر عشان اطلع الرينج اوف موشن بتاعه الهيب، بتاعه الني، بتاعه الانكل، وده في السكشن بتاع الماسكولوسكيليتال ان شاء الله. بعد كده لازم اعمل فليكسيبيليتي تيست، لان انا احتمال كبير يبقى عندي مشكله من اهم الماسلز اللي ممكن يحصل عندي فيها تايتنس في السباينا بيفيدا هي الادكتور، عشان كده محتاجه ان انا اعمل فليكسيبيليتي تيست. بيبقى التشايلد بالوضع ده نايم سوباين، ومفروض ان انا ببدا ان انا امسك التو، اعمل كابنج للتو ني بالشكل ده، وابدا ان انا اعمل اب ادكشن. طب ايه يا دكتور النورمال بتاعي؟ النورمال بتاعي ان رجله تعدي التو ليفلز بتوع الشولدر، يعني انا لو ماسكه رجله بالشكل ده هبدا اعمل كده، لو عدت التو ليفلز بتوع الشولدر بتاعي يبقى كده تمام. لكن لو جيت اعمل ابدكشن ولقيت عندي هنا ريزيستنس ومش راضي يعمل ابدكشن، يبقى معنى كده ان انا عندي هنا تايتنس في الادكتورز بتوعي. مفروض ان انا كمان بشتغل لونج ميجرمنت وراوندد ميجرمنت، وده سكشن هنشرحه برده في سكشن الماسكولوسكيليتال اسسمنت، ان انا ازاي هاخد الهول ليمب ميجر او لينس، وهاخد ازاي السيجمنتال ليمب لينس والراوندد ميجرمنت. لازم اعمل اسسمنت كويس للجيت ولليفل اوف اندبندنس. ليه ده مهم جدا؟ لان لازم اشوف الجيت بتاعه التشايلد بتاعي هل هو هيحتاج اورثوزيس بعد كده، الديسكريبشن بتاع الاورثوزيس بتاعي هيبقى عامل ازاي اكوردنج للليفل بتاعه بتاع الاندبندنس. مفروض هعمل جيت اسسمنت. بعد كده مفروض ان انا هشوف او هبص على اي اكواير او كونجنتال ديفورميتيز موجوده عند التشايلد. يعني احنا بنقول ان السباينا بيفيدا ده كونجنتال انوميليز. يعني ايه كونجنتال انوميليز؟ يعني هو مولود فيه، موارد ان انا وهو مولود بالكونجنتال انوميليز دي ان انا الاقي انذر كونجنتال انوميليز. زي ايه؟ زي ان انا ممكن الاقي عنده كلاف فوت، ده ممكن يبقى مولود عنده سباينا بيفيدا وعنده كلاف فوت. ممكن يبقى عنده دي دي اتش، ده ممكن ان انا وارد ان انا الاقيه في حالات السباينا بيفيدا، دي كونجنتال انوميليز. لكن ممكن الاقي حاجات اكوايرد. يعني ايه حاجات اكوايرد؟ نتيجه للويكنس اللي حاصل في الباك عندي، ممكن الطفل ده يحصل له سكليوزس، او ممكن ان الطفل ده يحصل له كيفوزس نتيجه للويكنس اللي حاصل في الماسلز بتاعه الباك عندي. يبقى انا محتاجه ان انا اعمل اسسمنت لكل الديفورميتيز سواء هي كونجنتال او اكوايرد ديفورميتيز. محتاجه ان انا اعمل اسسمنت للبالانس بتاعي عن طريق لو الطفل ده مثلا سيتنج، هبدا ان انا اقعده سيتنج وابدا اشوف هو اجنست الجرافيتي، هل هو هيقعد كويس في السيتنج، هل هو هيبقى محتاج سبورت، هل هو هيبقى محتاج مش هيعرف يجيب السيتنج خالص. فهبدا ان انا اعمل اسسمنت للبالانس بتاعي، وده هيبقى اكوردنج للايدج او للسكيل اللي الطفل بيعمله. يعني لو بيقف هبدا اعمل للبالانس وهو ستاندنج، لو هو لسه بيقعد هعمل له اسسمنت للبالانس وهو سيتنج اكوردنج للموجود. طيب بعد كده لازم طبعا اهتم جدا بالريسبيراتوري فانكشنال بتاعه الطفل ده. ليه لازم اهتم بالريسبيراتوري فانكشنال؟ لسببين. اول سبب منهم ان ممكن الليفل بتاع الانجري بتاعي زي ما اتفقنا يبقى ليفل عالي، ولو ليفل عالي يبقى هو هيأثر لي على المنطقه بتاعه الريسبيريشن. طيب ايه السبب التاني؟ ان ممكن لو حصل عندي سيكندري ديفورميتي زي سكليوزس او كيفوزس، ممكن دول ياثروا لي على الماسلز بتاعه الشيست فيعمل لي مشكله في الريسبيريشن. طيب في الوقت ده هبقى محتاجه ان انا اعمل ايه؟ هيبقى محتاج الطفل ده ان انا اعمل له هارت ريت، هيبقى محتاج ان انا اعمل له بولس، هيبقى محتاج ان انا اعمل له تيست زي مثلا السكس ووك من التيست. دي حاجات كلها بتعملي اسسمنت للريسبيراتوري او للكارديو سيستم اسسمنت للريسبيراتوري فانكشن. هنتكلم دلوقتي عن التريتمنت بتاع السباينا بيفيدا. التريتمنت بتاع السباينا بيفيدا زي ما قلنا احنا عندنا ممكن العيان او التشايلد اللي احنا بنشوفه ده غالبا بيبقى عامل سيرجري، فممكن يبقى ان بيشنت وممكن يبقى اوت بيشنت. لو هو ان بيشنت
فهو هيبقى عامل سيرجري within few day after البيرث. مفروض ان انا الرول بتاعي في الوقت ده ان انا بالنسبة للفازر والماذر انا بقول لهم ان التشايل ده بيبقى نايم برون وده بيبقى نتيجة للسيرجري اللي هو عاملها في الباك، لكن بقول لهم نحاول ان ممكن نعمل هاندينج للتشايل ونبدأ ان احنا نخرج بره الروم ونبدأ ان احنا نمشي بالتشايل عشان بس نبدأ ندي للتشايلد اويرنس او ان هو يقدر لو هو انا عاملاله او المذر والفازر عاملين له ليفتنج بالشكل ده فهو ممكن يبدا ان هو يعمل ريس للهيد فيبدا ان هو يعمل استيميوليشن شويه ان هو يجيب هيد كنترول، فدي من الحاجات اللي ممكن تحفز التشايلد. لكن من الحاجات المهمه كمان ان في الفتره اللي هو فيها امبيشنت لازم اهتم طبعا بالرينج اوف موشن، يعني المفروض ان التشايلد ده وهو امبيشنت ابدا ان انا اعمل له رينج اوف موشن للهيب سواء فليكشن او اكستنشن ابداكشن ادكشن، اني نفس الكلام الابر ليمبز نفس الكلام، فمفروض ان انا بشتغل معاه رينج اوف موشن. لكن لو هتكلم على عيان جاي لي اوت بيشنت فمفروض ان انا ليا معاه شورت تيرم جول ولونج تيرم جول. اللونج تيرم جول بتاعي ان انا عايز اوصل للتشايلد ده او للانفان ده ان هو يكون في ليفل كويس من الاندبندنس، يعني مفروض ان هو الطفل ده بعد فتره اخليه يبدا ان هو يعتمد على نفسه سواء في الاي دي ال بتاعته او في الموفمنت بتاعه. لو هنتكلم على البيشنت او تشايلد جاي لي في الاوت بيشنت فانا هيبقى عندي هنا ليه لونج تيرم جول وشورت تيرم جول. اللونج تيرم جول انا عايزاه يبقى اوصل بيه لاعلى ليفل ان هو يكون اندبندنت، ان هو يبدا يعمل الاي دي ال بتاعه، يبدا ان هو يعتمد على نفسه في الووك في الجيت as possible. لكن لو هتكلم على الشورت تيرم جول بتاعي كفيزيوثيرابي فمفروض ان انا بشتغل مع التشايل ده ان لو انا عندي اي كونتراكتشرز مفروض ان انا بمنحها، مفروض ان انا بحاول ان انا اجيب الفور رينج اوف موشن، اعمل له سترينس، اعمل له سنسوري اويرنس، ان انا امنع اي سيكندري كومبليكيشنز ممكن ان هي تبقى عند التشايل ده نتيجه للسباينا بيفيدا اللي موجوده عنده. طيب لو هنتكلم عن الانترفينشن بتاعي اول حاجه هتكلم فيه اللي هو الموتور ديفلوبمنت. زي ما اتفقنا انا التشايلد اللي عندي ده عنده مشكله في السباين السباينال كورد او السباين او الكولم، لكن هو ما عندوش مشكله في السيكونس بتاعه كابر موتور نيرون، يعني هو البرين عندي والتراكس عندي، لو هو لور موتور نيرون ما عنديش مشكله. لكن ممكن اقابل ان الطفل ده في بعض المايلستون ما بيعملهاش زي ما قلنا. زي ايه؟ زي قلنا ان هو ممكن يكون كاكزامبل السيتنج ما بيجيبش السيتنج. طب ليه هو ما بيجيبش السيتنج او ليه هو ما جابش الهيد كنترول؟ ده ممكن يكون نتيجه للويكنس اللي حاصل عندي في الباك، ممكن يكون نتيجه لان انا عندي اللور لمب نفسه ما فيش فيه سنسوري فما عندوش سنسوري فيدباك ان هو يقدر ان هو يقعد. طيب ممكن كمان يكون عنده هيدروكيفالي زي ما قلنا، فالسايز بتاع الهيد الكبير ما خلي الطفل ده ما يقدرش يعمل هيد كنترول فبالتالي مش عارف يجيب السيتنج عندي. فدي كلها حاجات لازم ان انا اعمل لها تريتمنت عشان اقدر ان انا اعمل فاسيليتيشن للمايلستون. طيب لو هنتكلم مثلا على حاجه زي السيتنج فانا محتاجه ان انا اعمل سترينس للباك، هعمل سترينس للباك زي ما هناخد في السكشن بتاع الفاسيليتيشن اوف مايلستون هاو تو فاسيليتيت السيتنج. ممكن افاسيليتيت السيتنج عن طريق ستاتيك سيتنج او عن طريق الدايناميك سيتنج اكسرسايز بول تو سيت او عن طريق ان انا اعمل له اكسرسايز، ممكن استخدم له كور اكسرسايز للباك بتاعه اعمل له سنسوري اويرنس. طيب ممكن اعمل ايه تاني للتشايل ده؟ قال لي انا ممكن ادخل التشايل ده في حاجه زي السويمنج. السويمنج هتساعد التشايلد ان هو يعمل موفمنت عندي. ممكن كمان اخليه يعمل كراولينج واخلي الكراولينج ده تبقى جوه تانل على المات، فده هيعمل ايه؟ ده هيزود لي السنسوري اويرنس، هيزود لي الفيدباك بتاع اللور ليمب، فهيساعد التشايلد ان هو يعمل لي حاجه زي كده. ممكن اخلي كمان الطفل ده يبقى قاعد ويمسك بايديه الاثنين يعمل هيت البول، يزق كوره، فده هيعمل لي سترينس للابر ليمب. ممكن كمان اخليه يعمل بوش اب اكسرسايز، يعني ممكن اخليه يعمل ويت بيرنج على الابر ليمب بالشكل ده وابدا ان انا اعمل له بوش اب اكسرسايز. الكلام ده كله هيعمل لي سترينس للابر ليمب، هيعمل لي سترينس للباك، هيعمل لي سترينس لللور ليمب. وممكن طبعا تكمله للتريتمنت او الديفلوبمنت هيبقى سيكشن المايلستون كامل، سواء ان انا هبقى عايز اعمل فاسيليتيشن للهيد لو عنده مشكله، فاسيليتيشن للباك، فاسيليتيشن للستيتنج، فاسيليتيشن للستاندنج، فاسيليتيشن للووكينج، كل ده هيتشرح كامله ان شاء الله في فاسيليتيشن اوف مايلستون.
التشايلد ده كمان انا ممكن استخدم معاه الهيدروثيرابي. بس اهم بوينت لازم ابقى متاكده منها ان انا يبقى السكار بتاعي يبقى انتاكت وما يبقاش فيه اي سكريشن خارج منه. اول ما السكار بتاعي يبقى انتاكت او الاوبن بتاعي يبقى كلوز ممكن انزل التشايلد ده في الهيدروثيرابي، هيبقى مفيد جدا بالنسبه للور ليمب وان هو يعمل له سترينث كويس. طيب محتاجه ايه كمان؟ محتاجه ان انا اعمل تريتمنت للسكندري كومبليكيشنز. ايه السكندري كومبليكيشن؟ زي ما قلنا، قلت انا ممكن التشايلد ده يجي عندي سكليوزس، ممكن يجي عنده كيفوزس. طيب انا لازم اعمل تريتمنت للسكندري بروبلمز، يعني مش جاي لي الطفل عنده سكليوزس انا بهتم ان انا اعمل سترينث للور ليمب واسيب السكليوزس، لا هعمل تريتمنت للسكليوزس وده في سكشن السكليوزس. عندي مشكله في اللور ليمب، عندي كلاف فوت، لازم ان انا احل المشكله دي عن طريق ان انا هلبسه شوز معين او اورثوزس معين، وده برده في سكشن الني والانكل ديفورميتي. ممكن الاقي الطفل ده عنده مشكله في الليمب ديسكريبنسي، زي ما قلنا ممكن الاقي رجل اقصر او اطول من رجل، يبقى الطفل ده مش هيعمل عندي ستاندنج، يبقى انا لازم احل المشكله بتاعه الليمب ديسكريبنسي الاول عشان اخلي الطفل ده يبدا يعمل ويت بيرنج، عشان الطفل ده يبدا يعمل لي ستاندنج ويبدا يعمل لي منها الووكينج. لازم كمان هعمل جيت تريننج، الجيت تريننج بتاعي هيعتمد على الليفل بتاع الانجري والليفل بتاع الاورثوزس اللي التشايلد ده هيستخدمه. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل جيت تريننج، لو الليفل بتاع الانجري بتاعي على ليفل قليل، يعني مثلا على سبيل المثال واخد L5S1 او S1S2، معنى كده ان الانجري بتاعي على ليفل قليل، فممكن التشايلد ده يحتاج افو انكل فوت اورثوزس بس. فمعنى كده ان هو ممكن لو لبسته انكل فوت اورثوزس ممكن ان هو يقدر ان هو يكمل. طيب لو الليفل بتاعي اعلى شويه يبقى التشايلد بتاعي يحتاج ني انكل فوت اورثوزس، ده هيبقى ليفل اعلى. طب لو الليفل بتاعي اكبر شويه هيحتاج ليفل اعلى، زي ان انا البس هيب انكل فوت اورثوزس، او ان انا استخدم معاه حاجه زي البراموديوم او السويفل. كل الحاجات دي تايبس من الاورثوزس اكوردنج للليفل بتاع الانجري، انا هبدا ان انا اختار الاورثوزس المناسب للتشايلد عشان يبدا يعمل بي جيت اسسمنت جيت تريننج، او يبدا ان انا اعوده يمشي على ده. ممكن الطفل ده كمان يحتاج لحاجه زي اسيستيف ديفايس، ممكن يحتاج لكراتش، ممكن يحتاج لووكر ان هو يبدا يمشي بيها. كل الحاجات دي الطفل هيحتاجها، وده هيرجع اكوردنج للليفل اللي حاصل فيه الانجري، فبالتالي هو اثر عليا في ايه تحت وايه الاورثوزس او ايه التايب من الاورثوزس اللي انا ممكن استخدمه له. طيب انا ممكن اي طفل اجي اقول ده هيلبس اورثوزس؟ ده لا، انا لازم عندي كرياتيريا معينه هلبس الطفل بيها او هقول ان هو هينفع يلبس اورثوزس. زي ايه؟ زي مثلا ان الطفل ده هيقدر يجي من السيتنج للستاندنج. اول ما الطفل يقدر يجي يبقى قاعد ويقدر ان هو يقوم لوحده يعمل ستاندنج، يبقى انا كده اقدر اقول ان انا لبس اورثوزس، او العكس ان هو يبقى واقف ويبدا ان هو يعمل سيتنج. طيب ايه تاني؟ ان الطفل ده يقدر في ايدج معين يعمل دوينج اوف او اون للاورثوزس بتاعه، في الوقت ده اقدر اقول ان الطفل ده دي كرياتيريا بتديني انديكيشن ان الطفل ده ممكن يعتمد على او يلبس اورثوزس. كمان انا ممكن استخدم كاستنج. طب ليه هستخدم الكاست؟ قال لي في اوقات لما بيحصل عندي مشكله او شورتنينج، انا ممكن الدكتور بتاع الاورثوبيديك بيبدا يعمل كاستنج ويجيب الرينج، وبعدين بعد شويه بيسيب الكاستنج شويه في الطفل ويشيل الكاست، وبعدين يجيب رينج اكبر، وبعدين يركب التاسك وبعد الكاست، وبعدين يشيله، وهكذا لحد ما يوصل للرينج اوف موشن اللي هو محتاجه. ده بالنسبه للكاستنج. اما بالنسبه للبيرنت اكتيفيتي، مفروض طبعا او البيرنت كير جيفر، مفروض ان انا بدي للفازر والمازر ادفايس ان هم لازم يعملوا كير للاورثوزس كويس، لازم اعلمهم ازاي يعملوا دوينج واوفنج للاورثوزس. طبعا لو هو عنده مشكله في الباول والبلادر لازم ان هم يتعاملوا معاها ويعملوا تريننج للباول والبلادر للاطفال اللي هم عندهم سباينا بيفيدا. وبكده نكون انتهينا من سكشن السباينا بيفيدا وخلصنا السكشن بتاع السباينا بيفيدا. شكرا.